والأسواق العالمية مع الأستاذ رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أرحب بك أستاذ رائد. لم تتصل أسعار النفط الصمود وعادة التراجع وسط ضغوط الطبقات الاقتصادية وأيضا ضغوطات الحالات المتسببة بسبب متحور دلتا. صحيح، هذا الأمر كان يوم أمس كان في عنا هبوط واضح على أسعار النفط، عادت بعض الشيء إلى التماسك مجددا خلال تعاملات اليوم، وارتفعت بعض الشيء WTI فوق مستويات 71 خام الأمريكي. هذه يعني ضمنيا في عنا بعض البيانات المنتظرة خلال تعاملات هذا الأسبوع، والنقطة الأبرز والأهم اللي هي أنه في عنا توقع بأن يكون هناك انخفاض أكبر في المخزونات الأمريكية، وهذا ما يشجع أنه راح يكون في عندي طلب مستقبلي أعلى، وهذا دعم نوعا ما أنه أسعار النفط تبقى محافظة فوق مستويات 70 دولار للبرميل. التصحيح بثلاث دولارات كان عميق نسبيا بعض الشيء على الخام الأمريكي وأيضا على البرنت الذي هبط إلى مستويات 73، ولكن إلى الآن متماسك بعض الشيء مع آفاق مستقبلية أن يكون الطلب أعلى في المرحلة القادمة، وأيضا الضغط السلبي من البيانات الصينية خلال تعاملات أول الأسبوع كان له أثر ودور كبير في يعني ضعف وتراجع أسعار النفط. طيب، تحدث عن الدولار الأمريكي وهناك عزوف واضح عن المخاطرة وترقب لبيانات مهمة هذا الأسبوع. يعني أول شيء أن موسم الأرباح لا يزال قائم على أسهم الشركات الأمريكية، وبالتالي الأنظار تتجه نحو الشركات الأكثر يعني أداء أو الأفضل أداء في الربع الماضي. كذلك الأمر في عندي بيانات الوظائف الغير زراعية الأمريكية، إذا لم تأتي البيانات هذه بقراءة فوق مستويات 900,000 إلى مليون وظيفة جديدة، لا أعتقد أن يكون هناك ضغط كبير يعني على الأسواق أو تقلبات حادة في الأسواق، ولكن عزوف المستثمرين هو توقيت أكثر من أنه يكون عزوف، هو توقيت وانتقائية في الاستثمارات في الفترة الحالية، البحث عن فرص متوسطة إلى طويلة المدى بشكل أكبر، وخصوصا أنه نقترب أكثر فأكثر إلى قرارات يعني تغييرية، يعني تغيير كبير من قبل صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. نبحث عن إمكانية تقليص برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال تعاملات عام 2023، يعني اقترابنا أكثر من هذا الموعد يغير من آراء المستثمرين ومن توجهاتهم، والبحث عن استثمارات تناسب الفترة المتوسطة إلى بعيدة المدى نسبيا. طيب، ماذا عن الأسواق الأوروبية؟ ما وضعها وخصوصا يعني تحت حالة ضغط واضحة؟ يعني بلا شك نحن عندنا موسم سياحة كان نوعا ما متأثر بشكل كبير خلال هذا العام بنتيجة متحور دلتا وارتفاع الحالات أيضا، يعني مع الرغم من كل التحفيز الاقتصادي الذي يتم في المركز الأوروبي وأيضا من الاقتصادات العظمى، يعني وجود الضغط المستمر من قبل متحور دلتا أو من قبل فيروس كورونا وارتفاع الحالات وأيضا إغلاقات الاقتصادية في بعض الدول يضغط على أداء الشركات إجمالا، ورأينا في مع أنه مثلا على سبيل المثال كان عندي 88% من الشركات التي أعلنت أرباحها إجمالا خلال الربع عن الربع الماضي يعني أدائها إيجابي وأعلى من التوقعات، ولكن لا يزال هناك القلق من الفترة القادمة. لا يكفي ما تم اتخاذه من إجراءات داخل المنطقة الأوروبية التي تعاني أساسا من تراجع في مستويات التضخم، على الرغم من أنه برامج التيسير لم تكن متوقفة قبل أزمة كورونا. إذن جاءت أزمة كورونا ضغطت عليهم بشكل أكبر واضطروا أن يتوسعوا في عملية التيسير السياسة النقدية والقروض الرخيصة، ومع ذلك لا يوجد الإقبال الكافي، فبالتالي المشكلة أكثر عمقا في المنطقة الأوروبية إجمالا. نعم، أستاذ رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا. شكرا مرحبا.